يعني فانز مليكة بتقول حلمت بالفنانة إلهام شاهين لابسة فستان أبيض وقاعدة على كرسي وشكلها جميل وشكلها بيغير لواحدة بيغير لواحدة تانية وترجع تاني بيتغير كاتباها بيغير بيتغير لواحدة تانية وترجع تاني لشكلها أنا عزباء. هو المنام فعلا يخص الفنانة إلهام شاهين، هي داخلة على موضوع كده الله أعلى وأعلم، ارتباط الله أعلى وأعلم، إن في كرسي قاعدة عليه فبس شكلها ما بيتغير ويرجع تاني، هي بيبقى في عندها تردد في الأمر اللي هي مقبلة عليه، بس هيكون حلو ليها لأنه فستان الأبيض، والله أعلى وأعلم.